السلام عليكم. عندنا منتج SX90 Plus من شركة سونكس. طبعا هذا المنتج هو مزيل للصدى وينظف ويحمي من التآكل. يستعمل لإزالة الصدى من أي حديد، وتركيبة جديدة طبعا فيها حماية من الصدى أيضا، فيشيل الصدى ويترك طبقة حماية، في نسبة أويل كثيرة، فيعمل أيضا كمزيت وما يضر البلاستيكات، وخالي من السيليكون طبعا، ولونه شفاف وما يترك أي لون أو أي أثر على المنطقة اللي تشتغل فيها. وأهم من ميزاته نفس الشيء أنه ممكن تستعمله لمنطقة محددة أو ترش عليها، أو أنك تستعملها 360 درجة.